التجمع اليمني للإصلاح حزب يمني يمتد بامتداد الوطن الكبير في الثالث عشر من مارس عام 90 كان ميلاد الإصلاح وقد تصدرت قائمة تأسيسه شخصيات بارزة مثلت مختلف فئات الشعب اليمني الاصلاح ومنذ لحظه المنطلق بدا حريصا على التاكيد على يمنيته في المنشا والهويه ومجال العمل فهو حزب انشاه يمنيون لاجل اليمن استنادا لتاريخ مشرف لقاده اصلاح يمنيين قاوموا الظلم وانتصروا للشعب ليتصل سند الاصلاح بالشوكاني وابن الامير الصنعاني وصولا للزبيري وغيره من رواد الحركه الاصلاحيه اليمنيه. والحق دربي وشريعه منهج وكذا العقيده سر كل نجاح هذا هو الاصلاح هذا هو الاصلاح في اليمن الهدى يبدو كنور الشمس كل صباح في اهداف الاصلاح يتجلى انحيازه للقضايا الوطنيه الكبرى حيث يبرز من اهداف الحزب التمسك بالاسلام عقيده وشريعه والحفاظ على اهداف الثوره اليمنيه والنظام الجمهوري والوحده اليمنيه بناء اقتصاد وطني قوي واصلاح القضاء وتطوير اساليبه والاهتمام ببناء القوات المسلحه والامن وافراد الشعب وممارسه الديمقراطيه الحقيقيه في المجتمع ضمانا للتداول السلمي للسلطه ورفض الاستبداد والدعوه للنضال السلمي بوسائل سلميه لتحقيق مطالب الامه بموجب الدستور والقوانين التي تندرج في اطار الشرعيه الداخليه او الدوليه وفق معايير معتبره <applause> يا ايها الاصلاح واسمك منهج عرف الدعاه بنوره الاشياء انا ما عشقتك صوره بل سيره وحقائقا لا احرفا جوفاء انا ما اعتنقتك سكره بل فكره وبدايه لا تقبل الانهاء انا ما اتبعتك مطمعا بل مبدا عانقت فيه العلم والعلماء ممارسات الاصلاح وفقا لمنطلقاته وثوابته واهدافه عززت علاقاته الداخليه بشركاء الوطن حيث التعدديه السياسيه صمام امان من هويه الاستبداد واذا كان من امر بارز في مسيره الاصلاح فهو تنازلاته المستمره لاجل شركاء الحياه السياسيه حرصا على مصلحه الوطن علاقات الاصلاح المتميزه بالداخل اليمني توازيها علاقات اخوه مع محيطه العربي وهي علاقات تندرج ضمن العلاقه العامه للدوله اليمنيه بمحيطها حيث العرب بمجموعهم في مواجهه مشروع يستهدف الجميع